بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية الوصول إلى الكأس، وسنختار أربعة يحصلون على هذه الكؤوس. أنا سأختار يا عبد الله، الجميع يريد أن يشارك بعواد المثلجات، وأنا أنظر إليكم كما ترون، وسأمد يدي وأختار واحدة هي ونصيبها، ونرى على الكاميرا. أول واحد معانا عبد العزيز، أنظر إليكم وأختار. فهد، أنظر إليكم وأختار. عبد الله، يا ترى من سعيد الحظ هذه المرة؟ براء. عندي أربع كؤوس أخرى، الأربعة آخرون بعدهم الآن. طيب خلاص خلاص، السؤال الأول يا براء، اقرأ لي هذه الكلمة. ما نوع اللام بها؟ قف على أول خطوة. أنت يا عبد الله، اقرأ لي هذه الكلمة. صلى الله، هذه ألف. ألف مكسورة. يا سلام عليك، تفضل اقرأ لي هذه الكلمة يا فهد. الله. الله، تقدم خطوة. اقرأ لي هذه الكلمة يا عبد العزيز. خاء. خافة، رائع. براء، خافة، ما نوع المد بها؟ ألف. تفضل. صد. أيوة يا عبد الله، خلاص يا عبد الله اقرأ لي هذه الكلمة. خطوتي. ما نوع المد بها؟ يا. خطوة. اقرأ الكلمة التي تليها يا فهد. في. 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 تفضل يا عبد العزيز. يا عبد العزيزي، يا عبد العزيزي، أنت ستقرأ لي هذه الكلمة يا عبد العزيز. باقي. أقولها كمان مرة. باقي. باقي. رائع، ما شاء الله عليك، ما شاء الله، الفرسان الأربعة. طيب فرسان أربعة، السؤال الأخير لك، ستصل إلى الكنز. اقرأ لي هذه الكلمة. اجتمعوا. اج. اجتمعوا. اه. اجتمعوا. عودي. آخر كلمة. اجتمع. اجتمع. ما نوع الألف؟ همزة. وصل أم قطع؟ آخر كلام. همزة وصل. طب ما مضاد اجتمع؟ يا سلام، امسك الكأس أولا، الكأس الأول للطالب براء، أول الواصلين إلى الكأس. وأرى عبد الله في الطريق يسير إليه، يسير إلى الكأس. يا عبد العزيز، فينك أيام زمان، أيام الاستراتيجيات، فين؟ أتذكر هذه الأشياء؟ لا خلاص بقى، راحت عليك. يلا يا عبد العزيز، يلا الآن عبد الله اقرأ لي هذه الكلمة. الأولاد. ما مفرد الأولاد؟ ولد. الولد. الولد، خلاص. ليث، تفضل خذ كأسك أيها البطل. يا فهد، اقرأ لي هذه الكلمة يا فهد. زجاج. زجاج، تفضل. ما شاء الله، ما شاء الله، ارفع كأسك. جاء دور عبد العزيز، وسأسأله
سؤالا حتى يصل إلى الكأس. يا ولد يا ولد يا رائع يا رائع يا رائع، أنت أحسنت، بارك الله فيك. الآن مع 4 كؤوس أخرى وأعواد مثلجات لنرى من الأربعة الرائعون محظوظ المحظوظون. أنا أنظر إليكم كما ترون، هل أنظر إلى الأرقام؟ هل أنظر إلى الأسماء؟ بسم الله. الأول خلاص يا بقى ليس، خلاص يا براء. الثاني بلال، مازن، كرم، معلش معلش، الآخرون سيشاركون في استراتيجية أخرى إن شاء الله. الآن كلمة خرج يا ليس مضادها دخل، تقدم خطوة، اقرأ لي هذه الكلمة. المنزل. ما نوع اللي بها؟ قمرية. مازن، هل تعرف علامات اللام القمرية؟ ما هي؟ أول شيء لازم يكون عليها سكون. أتنطق أم لا؟ تنطق. تنطق. طيب اللي بيتكلم يهدأ. ممتاز. يلا يا كرم. كرم اقرأ لي هذه الكلمة. وقف. أحسنت. ليس اقرأ لي هذه الكلمة. ما نوع التنوين بها؟ تفضل. ما نوع المد بها؟ تفضل. أنت يا مازن. أمامة. أمامة، ما نوع المد بها؟ ألف. تفضل. ما مضاد أمام؟ خلف. تفضل. ما شاء الله ما شاء الله، أول الواصلين ليس، سيصل أو ينصرف بلا كأس. اقرأ لي هذه الكلمة. ما نوع التنوين بها؟ كسر. تفضل. احصل على الكأس أيها البطل، ليس أول الواصلين إلى الكأس، جزاك الله خيرا. أنت يا بلال بماذا تنتهي؟ ها. ها تنتهي بها. أحسنت. احصل على كأسك أيها البطل، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. أنت كسرة. ما مضاد كسرة؟ كسرة صلحة. أصلحة. تفضل. جاء دورك مع الكأس أيها البطل. امسك زين، امسك زين حتى لا يقع. أقول له امسك زين يروح يوقع ولا أنا قلت شيء. طيب اقرأ لي هذه الكلمة. خالد. ما شاء الله ما شاء الله، ارفع كأسك. كرم أنت سعيد. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.